كل هدول اللاعبين هلا موجودين بالباكجات، يعني ميسي 99 تقريبا موجود وكريستيانو رونالدو موجود، واكيد عز لازم انه يتوفر بالسوق. الحدث اسطوري، الحدث عالمي، كل لاعبين اللعبه موجودين، يا توري كريستيانو طبعا هدول مو كلهم، هدول يعني جزء بسيط منه، حتى انه مو اقوى اللاعبين، في ميسي وفي نيمار اظن كمان موجود. صراحه الحدث شكله اسطوري، وانا مجهز لكم باكجات الارض مبدئيا مشان تشوفوا التعب اللي عم يصير على السلسله. شوفوا التحديات اللي خلصتها، خلصت تحدي اليكسيس سانشيز 97 وكذلك الارناتوفيتش 96، الاثنين بالانتر وبيشوفكم مع بعض. للامانه بطاقه سانشيز اسطوريه والدربلينج خرافي، فقلت ليش لا، اعطونا ووك اوت كذا قوي حلو، اعطوه كذا هي ووك اوت. بالعاده عم يعطونا الباكج هيك على طول، والله حلو انه اعطونا ووك اوت. سانشيز السنه الماضيه نزل له نفس هي البطاقه، يمكن كان مع مارسيليا ولا شيء، والله البطاقه قسما بالله فنان، الدربلينج اكثر شيء طاربني، وعلى الاقل ببلاش تحديات تلعب كم مباراه وبتخلصه، يعني ضيع لك ساعتين ثلاثه عليه بس بيستاهل. نزل له كمان جوردي البا 98 والبطاقه مع الانتر ميامي، والتسديد عنده 87 والبساطه 97، قسما بالله بطاقه اسطوريه يا ولد. ونزلوا كمان اللي هو جود بلينغهام 99، هذا من فتره نزلوه يا جماعه، البطاقه قسما بالله طرب، هذا اللاعب كل مباراه بيسجل مع ريال مدريد ما شاء الله مش طبيعي مش طبيعي. فللامانه هي البطاقه والله لازم انه اعملها، لازم انه اعملها، وما راح ادفع عليها شيء، راح اعملها من الباكجات اللي راح تطلع لي بهي الحلقه، وبينزل لك محتوى الارض اليوم، محتوى الارض والكواكب حتى. بلينغهام اسطوري، بلينغهام عالمي، كل شيء، اضعف شيء عنده التسديد 93 و5 5، بيلعب سي ام، بيلعب ال ام، بيلعب سي دي ام، كل مكان. وفوق هذا نزلوا لي هن هدول الاثنين، في بوليسيتش 97 وفي هذا موسى 97، الاثنين اجنحه، واحد يمين وواحد يسار، بطاقاتهم حلوه، سرعه ودربلينج الاثنين 99، للامانه ممكن انه الواحد يعملهم كمان. ترى مجهز باكجات، والله يا جماعه اني تعبان بالمحتوى. وكم من جاي كمان نزلوا 98، يا ساتر، الله 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 الله، دعس والله دعس الفيزيكال والسرعه، سرعته 96 يا رجل، ومع البايرن كمان. بس هي البطاقه طبعا ما يعني مو بريميوم، ما معها تاج، فبالتالي لازم تشبكوا مع لاعبين من الدوري الالماني. احلى شيء صار هلا، صار التحدي زائد 85 لا نهائي يتكرر، وصار في تحدي كمان 86 وفوق، بس انه فيك تعمله 10 مرات بس، بس وربي ناس. بس هذا يا جماعه ترى بده ريتنج 92، يعني حرفيا متطلباته غاليه، واظن انه ما بيستاهل، لانه ما حدا بيطلع لك اصلا 85 بالباكج، كلهم بيطلعوا اصلا 86 وفوق. بس حنجربه يعني. قبل كل شيء في باكج الزائد ال 94 الفوتز الاختياري، وصراحه هذا الباكج اسطوري. شوفوا كم تحدي بيطلب، كم تحدي، 3 تحديات وغالي، ترى غالي، ولكن بيطلع لك ممكن كريستيانو، ممكن يطلع ميسي، ممكن امبابي. الحدث هذا اسطوري والباكج هذا اسطوري، فعملنا الباكج ورح نفتحه ونحط صوره، وباذن الله يطلع لي لاعب اسطوري. يلا بسم الله، ترى التحدي بياخذ وقت كثير حتى تخلصه، فانا بكل بساطه كل اللي طالبه منك بس تحط لايك وتشترك وتفعل الجرس، لانه حرفيا المحتوى بهي الحلقه حيكون اسطوري، ورح نعمل بلينغهام باذن الله انه نقدر نخلصه بهي الحلقه ويكون شيء فخم. اول لاعب عنده الفيزيكال 90، الدفاع 93، له اله الا الله، اصبر لحظه، هذا الدربلينج ابن الذين والله، اجيلتي وبالانس 99 الاثنين، ردات الفعل 99، الباصات 95، فعم نحكي انه كل شيء فوق ال 90 لهلا، التسديد 85 بس قوه التسديد 99، سرعه 7، بالله عليك زهري، بالله عليك، او ماي جاد زهري زهري، يا رب يا كريم يرحم ابوك يا رجل، كون لاعب منيح بالله عليك، اعطيني جنسيتك. برازيلي؟ اوه فريد، هذا من اخر دفعه، والله بطاقه حلوه، ومعه تاج فريد، فهذا شيء جيد، وطاقاته للامانه جيده، فوق منه 5 نجوم قدم ضعيفه، يعني جيد للامانه. اللي بعده 93 فيزيكال، 58 الدفاع، ول 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 ول، حتى هذا الدريبلينج عنده 97، والله اسطوري شكله، الباصات 90، بالله عليك. هلا شوفوا مبدئيا هو مهاجم ماشي، تسديد 97 والسرعه كم؟ اوه العاب، بالله عليك زهري، بالله عليك، اوه ماي جاد زهري كمان. ميسي؟ لا لا مستحيل، ميسي دريبلينج 99، بعدين فيزيك، معقول كريستيانو؟ والله ما بعرف مين هذا، ليفاندوسكي، اوه ستوبلريك، نايس والله، نايس هذا الايكون، اوه كان معي بدايه اللعبه والله، بس الحظ اسطوري ترى للان. اه يا رجل لو طلع لي ليفاندوسكي او جينولا حتى، بس الحظ للان خرافي، واعطيني اللاعب اللي بعده، فيزيكال 95، الدفاع 96، الدربلينج مدافع صح؟ اظن انه مدافع هذا اظن. طيب الباصات 85 التسديد، طيب كم سرعتك؟ اظن لا يكون البرازيلي هذا تبع دييغو كارلوس. اوروخو، ولدنا ولدنا يا عيني، والله الحظ اسطوري يا ولد، والله الحظ عالمي. يا عمري باقي لاعب مهاجم، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله، بالله عليك دربلينج هيك 95 وفوق. ماي جود، يا رب ميسي، يا رب ميسي، ممكن ميسي يا شباب، والله ممكن، الفيزيكال تعبان، ممكن ميسي، لا باصات ميسي احسن يا اخي، ممكن كريستيانو، طيب ولا لا كريستيانو الفيزيكال افضل. طيب مين انت؟ زهري؟ والله زهري يا جماعه. اوكوتشا اوكوتشا اوكوتشا، هي التحدي اصلا بيضمن لك فوتيز بس، العب، انا مفكره اصلا بيطلع لك من الخطر والله، بس والله اسطوريين يا ولد،
والله اسطوريه، ما لي عارفان مين اخذ من كثر القوه، كلهم 96 انتم ملاحظين، بس اكيد باخذ العم رونالد اراوخو قسما بالله ممتاز، وفوق منه سعره غالي على القليله، على القليله سعره غالي، اغلى واحد اظن يعني تقريبا. نبدا بسم الله، هذا الباكج مين بيطلع يعني؟ والله نايس يا ولد. طيب اللي بعده، والله شكرا. ايه هذا مو، ليش مو يا اخي مو موجود هذا نسخه قويه؟ هذا باكج بيعطينا تقريبا 92 اقوى شيء يمكن شيء مثل، يلا ماشي منيح ماريو. رح نعمل باكج اللي هو زائد 93 الايكون الاختياري اللي بيطلع لك من احداث البوت بيرث داي وفريق السنه، يعني من الاخر بدك واحد مثل الظاهره، من الاخر من الاخر من الاخر انا جايب لكم اياها. لعبه فيفا 24 باقي لها اقل من شهر وبتنزل، وانا بدي واحد قوي، بس بدي واحد قوي، لا توجعوا لي راسي. حنفتح جنسيات ونشوف حظنا، ان شاء الله اني مو جايب العيد بس. ول وين البرازيل؟ لك وين فرنسا؟ حرام عليكم هولندا وين؟ والله العظيم عيب. طيب اول واحد ايطاليا، انا اظن هذا نيستا، هيك سبحان الله احساس، وسبحان الله سبحان الله رميت واحد عشوائي طلع صح. الانجليزي شوف، لا تكون لا بيبي مور ولا فرديناند، مايكل اوين بيض. طيب خلينا نشوف الايطالي، لا يكون بس يعني مالديني ماشي، ما يكون باريسي بس. البيير 95 اوكي. طيب الالماني ماثيوس، بالله عليك ماثيوس، ياهو ما بقي الا الكاميروني ايتو، ويو النسخه 96 حلو الحمد لله. اوكي 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 منيح ما طلعنا نسخه اضعف. ايتو تقريبا افضل شيء صح، كم سعره وصل؟ بس والله بتذكر مره عملت له كويكسل، بتشكيت بك والله يمكن عملت له كويكسل كان ب 3 مليون والله العظيم، وقتها زعلت عليه. خليني اجيب الالكسيس سانشيز ماشي، هذا سانشيز ال 97 وقلبه نزل له تحدي وبيشبك مع بوسكيتس، فممكن انه نبقى نساوي التحدي عن الالكسيس سانشيز، بيجي مكان برونو. والارناتوفيتش الصراحه كمان طاقاته حلوه، بس بحس انه ثقيل جدا، يعني انا جربت يعني شيء بسيط هيك حسيت ثقل، مو طبيعي سكواد باتل طبعا، والسانشيز ما جربناه. المهم انه لسه بيجينا لاعبين وبنضبط الخطه، وعندنا باكجات الارض. بدنا نعمل اول تحدي من تحديات بيلينغهام، هذا اغلى تحدي من تحديات بيلينغهام، رميت النادي كامل عليه. مفكرين المحتوى خلص؟ عدوا معي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تقريبا 20 باكج، 10 لاعبين زائد 85. انتم متخيلين انا قديش هدول اخذوا وقت لحضرهم؟ يمكن ضليت هيك قاعد شي 4 5 ساعات بس مشان نطلع بمحتوى رهيب. فانا كل اللي طالبه بس انك تحط لايك، قسما بالله تعب 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 مش طبيعي، وهذا الشيء ما حدا حيحس فيه غير اللي بجربه، فبدنا لايك واشتراك وهيا بنا. اعطيني الباكج الاول بسم الله. هات، لا يا اخي لا تطلعوا لي زر، اعطوني بنفسجيين بقى، ما تدي تطلع لي زر. مين هذا؟ والتر تبرنيير، يلا ماشي ماشي، بدايه لسه. وين 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 وين؟ العاب ثلاث ايقونات، والله ليك فاندر سار صار بيطلع هي البطاقه. يعني باختصار الان انا عامل 200 لاعب فوق ال 85، يعني انت متخيل كم ووك اوت؟ يعني اقل شيء 150 ووك اوت، هذا اقل شيء حرفيا. بسم الله، ولسه في باكجات زائد 86 وفي باكجات ثانيه، خلينا نشوف. انت مين؟ انت ارجنتين؟ انت سي بي؟ انت ميدينا؟ انت ميدينا؟ وينه ميسي؟ ميسي تقريبا انه صار 99 اللي موجود بالباكجات، صح؟ لا اله الا الله يا الباكج، ما شاء الله ما شاء الله. هات هات الحظ، اعطيني اعطيني الدون بقى 99. اسباني اليوم انا مالي تارك لحتى اطلع الدون، مفكريني عامل هيك 20 باكج من العشر لاعبين هدول هيك، يعني هيك سواد عيون اللعبه؟ لا طبعا، انا بدي كريستيانو، بدي ميسي، بدي شيء قوي، هذا اضعف باكج بفتحه بحياتي. ايوه يلا التحدي اللي بعده خلصناه الحمد لله. الباك الذي بعده، يلا يا اخي يلا، اعطيني حظ اعطيني حظ اعطيني حظ، انا هذا كل اللي طالبه. ايطالي ار بي دي لورينزو كذلك موجود. طيب اعطيني زهريين، ترى الزهريين كلهم تقريبا موجودين، فالمفروض يا اخي ليه هيك عم يطلع جولد كثير؟ يلا 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 عم نمشي والله، وخلصنا والتحدي 91 حتى. يا رب بقى لاعب زهري بالله عليك، وراك لاعب زهري بالله عليك، مين سي بي ماجواير؟ اوكي لا مو ماجواير، ماجواير ما بينزل بطاقة فريق موسم منار ابدا مستحيل. حلو 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 حلو، طلع لي سانشو، حلو والله هذا منيح يا عيني يا عيني، هذا الحظ لما بيشتغل يا رجل على الاقل. ايوه ارجوك 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 يا الحظ انفجر ارجوك. برازيل الدبليو، اصلا شو بدك يعني؟ نيمار عندك يا وفينيسيوس يمكن عندك يا. حلو طلع لي فورلا مكرر، والله نايس حظ والله نايس يا عمري يا الزهريين. ايوه هيك كانه اوباميانج بكل باكج عم يجي، ولا انا هيك حاسس؟ والتحدي اللي بعده وخلصناه، اللي بعده اللي بعده اللي بعده، ارجوك ارجوك. انجليزي ستي هاريكين، نايس ريتنج. ايوه دائما لما بيجيك لاعب قوي بيجي وراه لاعب اقوى كمان، صح؟ غلط. يعني حاليا نحن خلصنا نص تحديات بيلينغهام والنص الصعب منهم، باقي لنا نص السهل، وهذا التحدي الخامس. يلا 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 اعطيني الباكج اللي بعده، اعطيني الزهريين، لا توقف لا توقف، بدي اخلص تحدي بيلينغهام. بالله عليك هاريكين مره ثانيه، ماديسون برونويل برونويل، هذا الباكج بينباع، يعني اذا طلع لي شيء قوي يعني بينباع.
مثلا يعني الله ياخذ ام الحاله لو مبابي، بس سبحان الله لما بيجيك الباكج بينباع بيطلع معفن اخر شيء. برازيل مارتينيلي لمرة الخمس ملايين هالسنة ما شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله. ياهو! وهذا التحدي السادس، باقي تحديين ومنخلص البلينغهام 99 رسميا. يا رب يا رب يا رب. كريستيانو 99 موجود، عامل بكجات الارض. ليفاندوسكي ليفاندوسكي كان 99، ليش شلتوه؟ ليه مو 99؟ ليه؟ حرام عليكم يا رجل والله العظيم عيب. فكرت النسخة 99 موجودة بالباكجات لكريستيانو، لا لليفاندوسكي قصدي. اوه بابا 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 ثلاثة ثلاثة بحالهم ثلاثة. والعاب والله هذا الحظ اللي يقال عنه اسطوري، فوق منه في ليفاندوسكي. لك حتى سيمونز له بطاقة زهرية، ليش ما طلعت لي؟ قبل ما نخلص فينيسيوس في عندنا تحدي تبع موسى وبوليسيتش وكمان الاثنين من ميلان والاثنين نفس الجنسية، فممتازين يعني. هذا تحدي اللاعب اللي هو موسى وخلصناه. هيك رميت ليفاندوسكي، حتى ما كان لازم ارمي ليفاندوسكي صح؟ هي طاقاته للاعب خمسه مهارات وخمسه قدم ضعيفه كمان، وبيلعب ال ام وار ام يعني جناح، وبيلعب سي ام يا اخي كل المراكز بيلعب. انا بعشق هيك. ماشي جيب 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 هيك. هذا التحدي كمان خلصناه، بس انا زعلان يا اخي. اعطونا يا ووك اوت، اعطونا شغله. هذا بوليسيتش خمسه مهارات خمسه قدم ضعيفه، بيلعب جناح يمين وجناح يسار، دربلينج عالمي، باصات سرعه، كل شيء كل شيء كل شيء عنده نار. السؤال هلا كيف بدنا ننزل لهم اساسيين هدول؟ شكلي حالعب بدون محاور اخر شيء. مبدئيا موسى بينزل هون. مشكله بوليسيتش وين بده ينزل يا اخي؟ ما عاد ضل مكان. المشكله لسه في بيلينغهام، ما تضل مكان بالتشكيلة. يا ليت بدي تشكيلة انها تكون مو 11 لاعب، بدي اياها 15 لاعب مشان تكفي. بسم الله بسم الله. استرالي ال ام جودوين ممكن وراه لاعب فنان حلو. ليك رجع طلع لي انسيني قدام يا الصورة. كمان لا تنسوا في هذا الكم من جاي، والله شكلي بسحب عليه. ممكن اخليه الحلقة الجاية لأنه عندي أراوخو هلا. يا رب الدون يا أخي أرجوك. لا يا مارتينيلي جابرييل خيسوس. مين هذا؟ بيدرو. ليه سانشو ليه مكرر يا اخي؟ خلصوا اللاعبين، حرام عليكم حرام عليكم. واحد من اسباب الفرح للبرشلونيين وواحد من اسباب الحزن للبرشلونيين. بما انه عم نحكي عن اوتمندي بطل العالم، نعطيكم سؤال للمحنكين، اللي بيجاوبوا رح تاخذ قلب بالتعليقات. اوكي السؤال هو سؤال بسيط ترى، ما له صعب والله ابدا مو صعب. السؤال هو شو هو النادي الاسباني اللي لعب له اوتمندي؟ نادي باسبانيا لعب له اوتمندي. اللي بيجاوب صح رح ياخذ قلب بخانه التعليقات. رح نعمل باكج الايكون للمره الاخيره على امل انه يطلع لي شيء فنان باذن الله. هيك خلصنا من باكج الايكون المره الاولى. للامانه ما انصفني بزياده، بس هاي المرة أنا بتوقع في شيء أسطوري بإذن الله الكريم. خمس لاعبين ترى والله باكج عالمي. بسم الله بسم الله بسم الله. لا نحرق على حالنا. أيوة انتبه. أوه أيوة أيوة هاي الجنسيات الصح. أيوة والله نايس. أول واحد أكيد عرفته هو بوشكاش 95 عندي يا بالنادي. الإسباني مين؟ تشافي. أوه نايس نسخ قوية والله. الإنجليزي مين؟ لامبارد معفن شوية. الهولندي مكرر مين في؟ ما عندي خلط أنا، بس مين المكرر؟ يا اخي الله ياخذ ام الحاله. باقي البرازيلي بس. يا اخي البرازيلي بالله عليك كون كون واحد قوي بالله عليك. بسم الله. اوه جارزينيو 93 والله هذا كان قوي زمان. يا الله لما نزل كان ب 12 مليون حرفيا وما قدرت اشتريه، بس هلا اكيد انه رخص. ومع هيك والله ماسك سعر يا جماعه، والله لهلا سعره غالي الولد. شوف سعره كم؟ فوق 300,000 مع انه والله نايس. طيب عملنا ترقيتين زائد 87، عم يقولوا انه حظه كثير اسطوري صاير، فخلينا نجرب يعني. كلاوس اوكي يعني مو افضل شيء للامانه، بس حلو ريتنج 93. واحد زهري بس بالله. العب كلهم بطاقات خاصه. حلو تعال يا ارسلون. والله التحدي مو سيء للامانه. ها حان وقت التحدي الاخير من تحديات البلينغهام. جلطني حرفيا بلينغهام لخلصه، لكن اهم شيء خلص اخر تحدي هذا. الحمد لله على السلامه. واخيرا واخيرا البلينغهام 99 بينور ام الخطه هي. واحد من اقوى اللاعبين بتاريخ اللعبه حرفيا، واقوى بطاقه بتاريخ الجود البلينغهام. ويلكم يا بلينغهام، ويلكم يا بلينغهام يا اسطوره. فرح نعمل مبدئيا باكج كمان من هذا الفوتز ال 94، يعني بشكل عام الباكج هذا اسطوري، والمفروض ممكن يطلع لك منه كريستيانو، ممكن يطلع لك منه ميسي، ممكن يطلع لك منه مليون حدا. فالباكج من الاخر اسطوري، بيطلع لك فوتز بس، ما بيطلع خضر، ما بيطلع اي احداث ثانيه الا الزهريين وبس. سيكل 86، شوف اي واحد فيزيكال الثمانينات يعني مهاجم. يا رب يا رب الدربلينج حلو 95، الباصات 88، التسديد 98. معقولة لا كريستيانو أقوى من هيك يا أخي؟ مستحيل. فورلان أوكي 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 عادي عادي يعني، مو أفضل كبداية مو أفضل شيء، بس لسه لسه بيجي شيء أفضل. 61 فيزيكال، 48 الدفاع، الدربلينج 97، الباصات 94. بالله عليك التسديد هيك أبو 96.
92 التسديد، السرعة 97. يا رب يا كريم يا رب، ترى أضعف شيء ممكن يجيك 94 ريتنج. شو الطقم هذا؟ انتر ميلان؟ النصر؟ نسيني وي تورنتو. هدول اللاعب الثالث فيزيكال 90، دفاع 73. لهلا ما طلع لي واحد كل طاقاته فوق 90. ليش؟ الدريبلينج اسطوري 96، وسط 93، تسديد 93، كل شيء فوق 90 ما عدا الدفاع. مين هذا؟ والله مو باين. ليفاندوسكي؟ لا لا مو ليفاندوسكي. اوه ماركو رويس 97، حلو حلو. اعلى لاعب بيجينا ريتنج لهلا 97 ريتنج. بالله عليك هيك لاعب، هيك بالله عليك بيضوه معي. فيزيكال 91، بالله واحد هيك كل الطاقات فوق فوق 90. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، هذا اللي عم نحكي فيه، هذا اللي عم نحكي فيه. ايوه بساط 96، تسديد 95. والله العظيم بطاقه نار للان، كل شيء كل شيء كل شيء فوق ال 90، حتى بالطاقات الداخليه يا رجل تقريبا كل شيء فوق ال 90. يا رب يا كريم ورجيني جنسيه هذا اللاعب. اه لا اوه فلورنزي، والله فكرت البرتغال اول شيء. والله فلورنزي حلو كمان يا ولد يا ولد. 2.97 فلورنزي ورويس. خلص خلص باخذ الرويس باخذ الرويس. والله معليش يا رونالديني، ولكن لكل زمن رجال. مبدئيا اعطيني الوحش البعبع جود بلينكام يا رجل، اقوى من زيدان حرفيا، طاقته اقوى من زيدان، وهذا ما لقينا له طريقه نشبكه. فهو اصلا 99ات كل شيء يا رجل، حتى الفينش 99، يعني مو محتاج. بعطيه بطاقه المهندس لفينيسيوس جونيور، بما انه مهندس بوسط الميدان بتزوده بالفيزيكال 15، بالقوه البدنيه بالباصات بتزوده حتى، ف اسطوري حرفيا. والمشكله لسه عندي سانشيز وعندي ارناتوفيتش، ما ضل مكان بالخطه، مين بدي نزل ولا مين؟ واذا بقارن طاقاته مع طاقات بوليسيتش بتلاقي انه بوليسيتش اعلى بالسرعه بس، وبينما سانشيز اعلى بكل الطاقات الباقيه. فخلينا نعطي فرصه يا اخي لسانشيز، ليش لا؟ طيب هيك اشترينا نحن الكردوبا كمان على اساس انه مكان اللي هو الكوليبالي، وبزود لهاد كمان. فهيك يعني المفروض انه افضل ثنائيه دفاعيه ناريه حرفيا، اراوخو وكردوبا. هات تشكيلتك يا ولد، هات تشكيلتك بس يا ولد. اله الا الله. اوكي اوكي ايزي 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 ايزي. عندي ليرلينج هولاند، اعطيني رفع على البعيد. قولك يا وحش الله يا البيني وربي، هدف عالمي. وينه البيلي؟ وينه وينه البيلي؟ بيلي 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 بيلي. ياه اه يا الجود يا الجود، يا عيني يا الالكسيس، يا عيني يا الالكسيس، يا عيني يا سونشيس. اوه بابا 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 بابا. نفس السنة الماضية نزلوا له هيك بطاقة عشان تعرف اوتو. شوف هاي التسديدة يا جماعة يا جماعة، مش طبيعي عملكم. سانشيز قوي والله انه قوي، الله عليك يا فتاك والله، بدون تايم فينش حتى يا وحش الالكسيس. سانشيز معقولة بيعملها مرة ثانية؟ يا الله يا الله، ها يا الهدف اللي راح. حلوه الكره يا بيلينغهام يا بيلينغهام، ارحم يا بيلينغهام. يا ساتر يا بيلينغهام يا عالمي، يا اسطوري انت يا رجل. نيمار الله يا ليرلينغ ليرلينغ ليرلينغ. وين سانشيز؟ ما بيعرف انه سانشيز بسدد ار2، هذا ما بيعرف هالخصم لسه، لم يتعرف عليها، لم يتعرف ولن يتعرف. يخرب بيتك يا سانشيز يا وحش، والله ابداع قسما بالله ابداع. شد شد روح روح روح، ما عليك ما عليك. والله باص اسطوري والله والله الالكسيس، والله والله الالكسيس شاله يا الله ما شاء الله. هاي باصات ميسي يعني على اساس. يا شباب والله ضاعت ود. الله يخرب بيتك يا كردوبا، مصر انت تعطيه جول. وين 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 وين؟ الله عليك يا كاسياس شكرا. والله اراوخو يا اخي احيانا عم يخزل شويه. امسكها امسكها كاسياس امسكها. يلا تعال تعال اطلع تعال. يا عمي يا البلينغهام، يا عمي يا البلينغهام، ضربه جزاء. والله حرام ضيع علي هدف تاريخي. اعطيها بال 90 خليه يروح يجيبها. روح روح بس روح يا عمري يا الجو، بالله عليكم اعطوني احتفاليته بس ارجوك. لا ليش سكيب مي، ما خلاني احتفل. حرك كاسياس يا وحش. خلينا ننزل اللي هو بدي واحد المشكله يقطع كرات بدل موسى. موسى عجبني بس مو افضل شيء يا اخي. اعطي ماركو رويس فرصه حتى لو محور يا اخي، خلص اخر اللعبه. ايه الو، ما انحفظ هذا الهدف. حسبي الله. شوفوا يا جماعه الهدف هذا ما انحفظ، والله هدف اسطوري. با 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 يا الالكسيس، شوف الهدف بس يا اخي. بينج البينج البينج سيء.
والله بلعني يا اخي البينك سيء ما عاد عرفت العب. او ماي جاد بلعني التعادل. حلوه منك يا الخصم. او ماي جاد او ماي جاد والله بيستاهل عليها هدف دقيقة 90. الحمد لله. لا يا حبيبي هديك ما سجلتها مو ذنبي انا عاد، ما حدا قال لك ما تسجلها، مو ذنبي انه ضاعت. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد حسبي الله لقدي يا كم. انا بتحداكم اذا مو اللعبه قصتها وهلا البنك حيظبط وقولوا منار ما قال حتروح علامه شبكه، انا متاكد بس ان قاصدين اللي بلاني التعادل. سبحان الله ضبط البنك. سبحان الله صدفه صدفه طبعا، اول ما جاب التعادل ضبط البنك. يلا حرك بس. ايوه بايلك جولين عندي يا الخصم، امانه والامانه لازم ترد يا الخصم. يا عيني الارلينك، روح الارلينك. يلا 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 بس بايلك جول يا الخصم عندي. ابلع ابلع اول شيء الخلاط واعطيني السادس بقى. يلا يا اخي ليش جول؟ لا يا العارضه. خلي يسجل. فتحت له تسلل خلي يسجل، بس اللي هو تعرف شو جول بدون اي فائده. يلا المشكله انه خسران، المشكله اني فاتح له التسلل مشان يسجل. فاكيد انك استمتعت بهذا المقطع، عجبك اذا عجبك فاكيد رح تتابع هذا المقطع بفكره اسطوريه اكثر من هذا ورح يعجبك كمان، فاضغط عليه وتابعه الان.